الأهلي يفتتح لقاءاته في دوري أبطال إفريقيا 8 مساء اليوم أمام مونانا الجابوني. الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة المحترفين لمعسكر سويسرا استعدادا للمونديال. باريس سان جيرمان يسعى لقلب الطاولة على ريال مدريد في موقعة نارية بدوري أبطال أوروبا. رياضة من أون لايف، أهلا بكم. يلتقي الأهلي مع مونانا الجابوني 8 مساء اليوم على استاد القاهرة في ذهاب دور 32 من دوري أبطال إفريقيا. يسعى الأهلي للفوز باللقاء بنتيجة كبيرة من أجل تسهيل المهمة في مباراة الإياب خارج ملعبه. ومن جانبه اعترف حسام البدري المدير الفني للفريق أن حضور الجمهور لمباراة مونانا الجابوني سيكون له تأثير كبير على اللاعبين. وكان مونانا تأهل إلى دور 32 بعد تغلبه على فريق كلوب دوكا دياغو من بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب. ضم حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق إلى قائمة الفريق التي تخوض مواجهة اليوم الهامة أمام مونانا الجابوني، وذلك في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وغاب السعيد عن آخر 3 مواجهات للأهلي في بطولة الدوري الممتاز أمام النصر والإنتاج الحربي والداخلية، حيث تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في مباراة الأسيوط سبورت بالجولة 24 من الدوري الممتاز. نفى وكيل أعمال المهاجم الجابوني ماليك إيفونا نجم الأهلي السابق وجود أي مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع اللاعب. وقال الوكيل الجزائري إن جميع ما تردد في الصحف ووسائل الإعلام المصرية أشبه بالمسلسلات الدرامية التي لا توجد لها حقيقة على أرض الواقع. وأكد أن إيفونا يتبقى له موسمان في تعاقده مع ناديه الصيني. وشدد الوكيل أنه لا يوجد نادي في مصر حاليا قادر على دفع الراتب السنوي الجابوني، وكان إيفونا قد انضم للأهلي لمدة موسم واحد قادما من الوداد البيضاوي المغربي موسم 2015 و2016. استقر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان على الدخول في مفاوضات من أجل ضم باسم مرسي مهاجم الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت مصادر بقلعة الدرويش أن عثمان بدأ التفاوض مع مرتضى منصور رئيس الزمالك لضم مرسي في إطار خطة المجلس لإبرام صفقات قوية في الموسم المقبل للمنافسة على البطولات التي يشارك فيها الإسماعيلي، خاصة بعد تراجع مستوى الفريق في الدور الثاني من الدوري هذا الموسم لعدم وجود بديل للكولومبي دييغو كالدرون والذي ينوي الرحيل بعد نهاية الموسم الجاري. قرر مسؤول منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر السفر بطائرة خاصة إلى روسيا لخوض فعاليات كأس العالم التي تنطلق خلال الفترة من 14 من يونيو حتى 15 من يوليو. وأكد مسؤول المنتخب الوطني أنه تم حسم موعد السفر إلى روسيا يوم 10 من يونيو بطائرة خاصة استعدادا لانطلاقة الفراعنة يوم 15 من نفس الشهر، وذلك أمام أوروغواي ثم روسيا يوم 19 وأخيرا السعودية يوم 25 من يونيو. أعلن المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة هكتور كوبر اختار 17 لاعبا محترفا للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل بسويسرا في الفترة من 20 إلى 28 مارس الجاري، والذي يواجه خلاله البرتغال يوم 23 من مارس واليونان يوم 27 من مارس بزيوريخ في إطار الاستعداد لمونديال روسيا 2018. وجاءت القائمة كالتالي: عصام الحضري، محمود عبد الرازق، شيكابالا، أحمد المحمدي، محمد عبد الشافي، أحمد حجازي، محمد النني، محمد صلاح، عمر جابر، أحمد حسن كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، ومحمود حسن تريزيجي، مؤمن زكريا، علي جبر، رمضان صبحي، عمرو وردة، سام مرسي، حسين الشحات. وبذلك تم استبعاد عمرو جمال وأحمد الشيخ وصالح جمعة.
اتفق المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة المصرية مع مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مسابقة جديدة تحت اسم كأس رابطة المحترفين تنطلق لأول مرة الموسم المقبل. وتنطلق هذه المسابقة قبل انطلاق الموسم الجديد، وستكون المشاركة فيها اختيارية بحيث تكون بمثابة فترة إعداد للأندية قبل انطلاق الموسم الكروي. كانت رابطة المحترفين قد تم تفعيلها مؤخرا باختيار محمود الشامي رئيسا، ومعه أحمد عثمان نائبا للرئيس، عضوية كل من اللواء ثروت سويلم واللواء صفي الدين بسيوني وماجد نجاتي وعثمان الدسوقي واسماعيل سليم. خطف طنطا تعادلا قاتلا من انياب مضيفي المقاولون العرب بهدف لكل منهما باستاد الجبل الاخضر ضمن الجوله 28 للدوري الممتاز. سجل اسلام فؤاد هدف المقاولون، بينما تعادل محمد جابر في الدقيقه الاخيره من عمر المباراه ليخطف ابناء السيد البدوي اول نقطه تحت قياده مدير الفني الجديد عماد النحاس، وارتفع رصيده الى 25 نقطه في المركز السادس عشر، كما ارتفع رصيد المقاولون العرب تحت قياده محمد عوده الى 36 نقطه في المركز الثامن. وفي نفس الجولة من الدوري الممتاز حسم الاتحاد ديربي الإسكندرية أمام جاره سموحة بثنائية دون رد باستاد برج العرب. سجلت ثنائية زعيم الثغر كل من نور السيد ورزاق سيسي، وشهدت المباراة طرد السيد فريد مدافع سموحة في الدقيقة 71 من عمر المباراة. بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة متقدما للمركز 11، قاطعا خطوة كبيرة نحو حسم البقاء بالدوري هذا الموسم، في حين تجمد رصيد سموحة عند 39 نقطة في المركز الخامس. دخل محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري في نوبة بكاء شديدة عقب انتهاء مباراتها أمام سموحة والتي حقق فيها زعيم الثغر الفوز بهدفين نظيفين، وذلك عندما هتفت الجماهير التي حضرت المباراة للشهيد شريف نجل محمد عمر الذي توفي إثر حادث إرهابي خسيس بسيناء في مارس من العام الماضي، وهو ما أدى لانهيار مدرب الاتحاد تماما، موجها الشكر لجماهير النادي التي وقفت إلى جواره منذ قدومه لإنقاذ النادي من دوامة الهبوط هذا الموسم. فرض التعادل كلمته على مواجهة الانتاج الحربي وضيف الداخلية بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت على استاد السلام. وتقدم الداخلية في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق أحمد مصطفى، وتعادل معاذ الحناوي مدافع الانتاج الحربي في الدقيقة 65، وشهد اللقاء حالتي طرد من نصيب خالد قمر مهاجم الانتاج وأحمد بحبح مهاجم الداخلية، ليرفع الانتاج رصيده إلى 38 نقطة، وارتفع رصيد الداخلية أيضا إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر. أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم مرانه الرئيسية على الاستاد الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، وذلك في ذهاب دور 32 من الكونفدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها في 5 مساء غدا الأربعاء. ورغم تركيز حسام حسن المدير الفني للمصري على النواحي الخططية، إلا أنه حرص على إخفاء أوراقه خوفا من جواسيس النادي التنزاني التي تلاحق الفريق البورسعيدي. واختتم الميران بتقسيم بطول الملعب شهدت منافسة بين اللاعبين على دخول التشكيل الأساسي لهذه المباراة.
تنطلق اليوم بطولة إفريقية لكرة الطائرة سيدات والتي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 6 وحتى 16 من مارس الجاري، وذلك على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، حيث يواجه الأهلي فريق جامعة نيكومبا من أوغندا في 6 مساء وتقام 6 لقاءات أخرى. وكان الأهلي قد وجه الدعوة لعدد من المسؤولين، يتقدمه المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لحضور الافتتاح، ويتوجه مجلس إدارة الأهلي مباشرة بعد الافتتاح إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي ومنانا في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. نشرتنا ما زالت مستمرة ويأتيكم فيها بعد الفاصل. صلاح يقود ليفربول في حملة تأكيد تأهله لربع نهائي دوري الأبطال أمام بورتو.